المدينة الريفي والحضري. مدينة أعطار تحتضن ورشة انطلاقة مشروع تعزيز الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة والتباعد بين الولادات والصحة الإنجابية على المستوى الجهوي. يهدف هذا المشروع إلى زيادة الوعي والتثقيف الصحي حول وسائل تنظيم الأسرة لضمان صحة الأم والحد من مفايات الأمهات. يشكل هذا المشروع مبادرة قيمة ومهمة لتعزيز جودة خدمات تنظيم الأسرة، وخطوة مهمة نحو تحسين ورفاهية النساء والفتيات في الولاية. ونثمن عاليا الدعم والجهود التي تبذلها الوكالة الأمريكية لدعم القطاع الصحي الذي يندرج كذلك في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العليا في البلد للرفع من مردودية القطاع الصحي بشكل عام في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. كما نشكر الجمعية الموريتانية لترقية الأسرة على سعيها الدائم للرفع من المستوى الصحي للنساء والفتيات. وأكد رئيس الجمعية الموريتانية لترقية الأسرة الجهة المنفذة للمشروع بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية أنه يسعى إلى تحسين نوعية خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق المستهدفة من ولاية أدرار. تعمل مع وزارة الصحة منذ 1998 وتمتلك مراكز لتقديم الخدمة في عدة ولايات من الوطن، وهذا هو أول تدخل لها في ولاية أدرار، لأن ولاية أدرار واحدة من الولايات اللي تعتبر تعداد السكان فيها قليل مقارنة بالولايات الأخرى. المشروع يعمل على تحسين جودة الرعاية فيما يخص المباعدة بين الولادات وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بصفة عامة. يتدخل في سنته الأولى في أطار وأوجفت ودان. ويتلقى المشاركون الذين يمثلون مدير المراكز الصحية بثلاث مقاطعات ومقدمي خدمات تنظيم الأسرة والهيئات الجمعوية المعنية بالتثقيف والتحسيس عرضا حول تعريف المشروع وأهدافه ومكوناته ومراحل تنفيذه في ظل زيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وترقيتها في الوسطين الريفي والحضري. الفاغة للشيباني، قناة الموريتانية، مدينة أطهر.